قبل ما تخلص قبل ما تقول لي الاغنيه، لو اعطيتك اغنيه مو حافظها، هل حتغنيها عادي بدون تأتأة؟ ايه هو ما يفرق يعني حفظها ولا لا، هو اكثر على كيف تقول الكلام. فمثلا يعني لو اتكلم كاني اغني بتروح مني التأتأة. فهو كله اوكي، يعني حتى لو تكلمت بطريقه فيها لحن إيه؟ ما تأتأة بالضبط، لانك تستعمل جزء ثاني من الجزء نفسه من الكلام الطبيعي. رائع سبحان رائع الله. سبحان الله إيه. وممكن احنا نكون توعيه، يعني ناس ملهمين انتوا الاثنين، تكونوا توعيه للاشخاص غير مطلعين على التأتأة. كيف تتعامل مع شخص انت تأتأة اللي ما يصلح تكمل لي الكلام؟ تكمل الكلام، عطني وقت اني اخلص. وطبعا اكيد لا تضحك علي. الناس اللي يضحكوا على الناس اللي عندهم تأتأة هم نفسهم يعانوا من مشكله مو عارفين كيف يحلوها. الشخص اللي عنده تأتأة لا هو عيب ولا نقص فيه ولا اي شيء، مجرد شخص ياخذ مده اطول في تكمله الجمله. يوم شفت احمد اول مره صراحه مبسوط، كنت اشوفه وانا صغير وهو يسوي عروض السحر، فانبسطت اني شفته على الواقع وعرفت شخصيته وجابيتي. سعد خاض معنا تجارب اجتماعيه حقيقيه توثق تقبل وتعامل الناس مع مصابي التأتأة في الأماكن العامة. اليوم هذه قصة سعد، نشوفكم في حلقة ثانية من عزوم.